للمزيد بشأن التطورات وتداعيات الأوضاع في غزة مع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين، وللحديث أيضا عن آخر تطورات صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار بين المقاومة وحكومة الكيان المحتل، ينضم إلينا عبر الهاتف من طول كرم الصحفي الفلسطيني السيد معين شديد. أستاذ معين، بداية، لا موقف واضح من قبل حكومة الكيان الإسرائيلية بشأن قبول وقف إطلاق النار وفق ما أعلنت حركة حماس، التي يعني أعلنت أنها تنتظر ردا حاسما من الكيان بشأن الاتفاق. يعني برأيك، هل تتجه حكومة نتنياهو لإفشال اتفاق وشيك مرة أخرى؟ تحياتي أستاذ سمير. يعني حقيقة مهما تطورت الاتصالات والمبادرات لصفقة تبادل أسرى، المؤشرات كافة تشير إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو المدعوم من بن غفير وسموتريتش في طريقهم إلى رفض أي صفقة. هم معنيون باستمرار الحرب وباستمرار العدوان على القطاع. يعني بالرغم من قيام حركة حماس وبالإعلان رسميا عن موافقتها على المبادئ الأساسية للصفقة مع بعض التعديلات التي أدخلتها على بعض النقاط، إلا أن نتنياهو وحكومته الاحتلالية صارعوا إلى استخدام هذه التعديلات كمبرر لرفض الصفقة وتحميل حركة حماس المسؤولية عن إفشالها، رغم إعلان بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بأن بنيامين نتنياهو أبلغه بموافقة إسرائيل على هذه الصفقة. هذه الصفقة ربما يعني ستقرر مصير رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وربما ستقرر أيضا تقصير عمر حكومة نتنياهو، خاصة ونحن نتحدث عن أن الصفقة هي جزء من مبادئ وأسس أعلنتها الإدارة الأمريكية كمقترحات من الرئيس الأمريكي جو بايدن. فبالتالي إن توقفت الحرب الكل يعلم إلى أين ستتجه الأمور، وأقول إن خاصة أن بنيامين نتنياهو يواجه مشاكل داخلية وغضب واسع في الشارع الإسرائيلي، سواء من ناحية أهالي النصرة أو من ناحية المعارضة الإسرائيلية ومن كافة المؤسسات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحتى بعض الفضائيات ومحطات التلفزة الإسرائيلية بدأت بالدخول على هذا الخط لتحميل نتنياهو مسؤولية إطالة أمد هذه الحرب والمسؤولية عن إفشال هذه المبادئ التي اقترحتها الإدارة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك أن هناك انتظار لمحاكمة نتنياهو بتهم الفساد، والأهم من ذلك هو يعني فتح ملف 7 أكتوبر. أستاذ معين، يعني رغم وضوح دور الإدارة الأمريكية في الأيام الماضية بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ودفعها الأطراف للتوقيع على الاتفاق، أيضا يعني يعود الرئيس بايدن في قمة مجموعة السبع ويستبعد التوصل لاتفاق بين حركة حماس وتل أبيب قريبا. كيف تقرأ هذا التراجع في موقف الإدارة الأمريكية؟ بل وسارع إلى تحميل حركة حماس المسؤولية عن إفشال هذه الصفقة، يعني كان بصريح العبارة حملها المسؤولية. الإدارة الأمريكية حقيقة هي تائهة ما بين الضغط الدولي عليها من أجل التدخل لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وما بين أيضا محاولة استمالة الإسرائيليين أكثر وأكثر. نحن نتحدث عن اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية القادمة، نتحدث عن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الذي يهدد بعدم التصويت لبايدن إذا ما قرر التخلي عن دعمه اللامحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الكل يعني كما يقال، فإن إسرائيل هي الولاية 53 للولايات المتحدة الأمريكية. هناك صعوبات بالغة في الضغط على إسرائيل من قبل هذه الإدارة، رغم كما ذكرت الضغوط الواسعة وحركة الاحتجاجات، سواء الاحتجاجات الشعبية أو احتجاجات الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة، وأيضا رغم أيضا تهديدات
العرب والمسلمين في الولايات المتحدة بمقاطعة التصويت للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أن هذا الرئيس يعني يصر على دعم هذه الإدارة بضغط من اللوبي الصهيوني، وإسرائيل نفسها تستغل هذه الأمور من أجل أيضا الضغط عليه للاستمرار في دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد يعني أن الإدارة الأمريكية الحالية ومن خلال مسؤوليها سواء الرئيس الأمريكي جو بايدن أو وزير خارجيته بلينكين أو حتى مستشار الأمن القومي هم يعني من قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يتحدثون بلغة نتنياهو في بعض الأحيان 100%، وإن تجاوزوا بعض الأمور هنا وهناك فهو لإرضاء الرأي العام العالمي، وكما ذكرت للتخفيف من الضغط المطالبة به الإدارة الأمريكية من أجل إجبار إسرائيل على وقف حربها حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني. والكل يعني يتذكر التصريحات الأمريكية بخصوص رفح، أن الإدارة الأمريكية لا تمانع من اقتحام رفح ولكنها تدعو إسرائيل إلى ضبط عمليات قصف، عدم استخدام القنابل الكبيرة وأيضا تفادي المدنيين، وكان يعني الذين يرتقون يوميا هم ليسوا من البشر. فبالتالي هي موقفها متذبذب ما بين الإدارة ما بين المطالب الدولية. موضوع يعني نقل الرصيف العائم إلى شواطئ الأراضي المحتلة، ذكرنا موقف واشنطن، يعني مسؤولون أمريكيون أفادوا بأن القوات الأمريكية المنتشرة قرب شاطئ غزة ستنقل الرصيف العائم إلى شواطئ الأراضي المحتلة بسبب شدة الأمواج وكذلك تضرر الرصيف. كيف سيؤثر ذلك أستاذ على يعني هذا الاضطراب، كيف سيؤثر على مسار العمليات الميدانية وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع؟ أخي سمير، حتى بحر غزة رفض كل المشاريع وكل الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، حتى هذا المشروع يعني هو عليه علامة استفهام كبيرة. في البداية كلف هذا المشروع 320 مليون دولار كما ادعت الإدارة الأمريكية هي لتقديم المساعدات، وجاءت الأمواج قبل حوالي أسبوعين ودمرت أجزاء واسعة منه، تم سحبه إلى مدينة أسدود الفلسطينية في الداخل على شاطئ غزة المتوسط، ومن ثم تم إعادته لنقل المساعدات. وحتى نقل المساعدات هناك عملية شك بذلك، خاصة في أعقاب العملية التي قام بها جيش الاحتلال لتحرير 4 من أسراه. كانت عملية يعني الموضوع الأساسي بهذه العملية إضافة إلى قصف سيارات هو تواجد الطائرات الإسرائيلية الحربية بالقرب من هذا الميناء، وهناك من قال أن عدد من الجنود الأمريكيين شاركوا بهذه العملية من خلال هذا الميناء، وأيضا فبالتالي وأيضا استخدامه من قبل وحده، وهو بالمناسبة يخضع لحماية احتلالية على شواطئ مدينة غزة. فبالتالي هو موضع شك لدى الفلسطينيين. هناك من قال أيضا من الفلسطينيين أنه يعني سيستخدم لتهجير الفلسطينيين بأي وقت حال انتهاء هذه الحرب. فالمساعدات حتى اللحظة هي يعني مساعدات بطيئة جدا، الكل يتذكر الآلية التي تصل بها هذه المساعدات من قبرص حيث يتم تفتيشها من قبل جيش الاحتلال أو مسؤولين إسرائيليين، ومن ثم تنقل إلى سفن وتصل إلى هذا الميناء العائم، ومن ثم أيضا يتم تفتيشها وتوزيعها بشاحنات. نشكرك شكرا جزيلا ونعتذر منك لضيق الوقت. من طول كرم الصحفي الفلسطيني السيد معين شديد، شكرا لك.